كيفك؟ منيح صباح. اشتقت لي؟ ايه كثير غياب كثير. اليوم يعني جوزيف فقرة غير موجة عن جد، يعني جربت ظبط الفقرة، يعني عم نحكي عن احنا نسمع غنية واحدة سيمفونية واحدة كل الحلقة كل حلقة فيديو واحد، يعني جربت ظبط قد ما في الفقرة، يعني كيف بدنا نعملها، يعني بدك تقول لي غنية واحدة معقول فيديو واحد كل الفقرة بس رح تفهم يعني عن جد هذا ون اوف ذا فيديوز اللي حاضرون عن الموسيقى. اول شيء سيمفونية، يعني ما رح تجي سيمفونية من 6 دقائق 7 دقائق، نحن عم نحكي عن اوركسترا فينا نقول. لشخص اسمه اندري ريو. اندري ريو هو من اشهر بدك تقول الكوندكتورز للأوركسترا، معروف كثير بالعالم، كثير صوتوف، يعني كثير بيركضوا وراه الناس ليدقلن هو يعملن معزوفه او يدقلن اياها. وشخص وقت يصير بهالاهميه، يعني فينا نقول هي سوبر ستار، بصير في كثير ناس يبعثوا له مثل ايميلات، يبعثوا له سيمفوني اللي هن كتبوها، انه اذا هو فيه يلعبها. يعني بتعرف يعني مثل اذا عندك غنيه انت كتبتها غنيها غنيتها انا، غير ما انه غنيها شخص كثير كبير، يعني شخص كثير مهم، يعني بتعطي ضجه اكثر له. هذا الفيديو يعني منه جديد، له فتره على الانترنت، بس اتس امبرسيف لتعرفوا مين كتب السيمفوني. كتبها شخص مشهور كتير وعطيه اياها، وتسمع على السيمفوني عن جد يعني فجأة قد ايه حلوه. اذا عندنا وقت نحكي عنها نحضرها مع بعض، نحضرها مع بعض. Meine Damen und Herren, ich habe eine Überraschung für Sie. Und ich kann Ihnen sagen, es war für mich auch eine große Überraschung. Vor einigen Monaten bekam ich einen Anruf aus New York, von meinem Büro, das ich in New York habe. Und einer meiner Mitarbeiter dort sagte, da war ein Herr am Telefon und er möchte mich sprechen. Und dieser Herr sei ein großer Fan von mir und hat einen Walzer komponiert und möchte unbedingt, dass ich diesen Walzer spiele mit meinem Orchester. Ich kann Ihnen sagen, ich bekomme fast jeden Tag solche Anrufe oder Mails oder Briefe von Leuten, die mir. هلا عم تشوف جوزيف، نحن عم نحضر اندري ريو هون عم يحكي برايفت ايفنت عم يعمل في اوركسترا تبعه، هو الكوندكتور هون عم بتشوفه عم يحكي انه هو بيجي بالعاده فون كولز كثير، يعني بيجوا بدقوا له، هو عنده مكتب بنيويورك، بدقوا له كل مره الناس بيقولوا له انه عندنا سيمفوني كتبناها فيك تلعب لنا اياها، هو ما بيعطيهم اهميه لانه بيجي كثير فون كولز ايميل زيك. اجى ايميل وتليفون من حدا، وقتها عرف مين هو الشخص اللي كاتب الاوركسترا، تفاجأ، تغير الوضع وقرر انه لا بدي اشوف شو كتب الزلمه. عم نحكي عن شخص ممثل كثير مهم، هلا بتشوفه. حلمه كان كل الحياه يعمل ميوزيشن اوركسترا، يكون مثل اندري ريو، بس الامور لعبت انه صار يمثل. اوكي، وكتب، هلا بتشوف، وكتب حمسه لجوزيف، وكتب السيمفوني هو صغير. اوكي، عرفت كيف؟ وضبه بالجرور، يعني ما حدا طلع فيها، حتى هو مش سمعها ولا مره. اوكي، واز اندري ريو ابي اللي لعب له اياها وراح يسمعها هلا لاول مره. اوكي، نحضر مع بعض بنكمل. Ich habe ihm ein Telefon gehabt. Es war sofort ein riesen guten Kontakt, ein unglaublich freundlicher Mensch. Ich habe ihm gesagt, schick mir die Noten. Und er hat es gemacht. Wir haben den Walzer aufgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dieser Walzer ist unglaublich schön, spannend, romantisch, packend, filmisch. Und ich bin unglaublich stolz, dass wir diesen Walzer hier heute in Wien uraufführen können. Und ich bin noch viel mehr stolz, dass dieser weltberühmte Hollywood-Star aus Los Angeles hierher geflogen ist und hier heute Abend bei uns ist. Geben Sie ihm einen Riesenapplaus, Sir Anthony Hopkins! Thank you for being here, Sir Hopkins.
Und jetzt, meine Damen und Herren, spielen wir diesen herrlichen Walzer, die Sir Anthony komponiert hat. Und der Name ist sehr passend. And the Waltz Goes On. Auf Deutsch. Und der Walzer lebt weiter. Sir Anthony Hopkins. مرته انتوني هوبكنز حده كمان صح اللي حده يعني شو حلو هالسيمفوني في بعد يعني الفيديو هو 11 دقيقه في عندك بعد الفيديو عن جد في عندك يعني اللي بدك تقول الاكليبس يعني اكثر شيء بيطلع فيها السيمفوني قد بيوصلوا بالموسيقى تبعها يعني عن جد النوتات كثير حلوين ومثل ما قلت يعني تخيل يعني كاتب شيء من هو عمره 20 سنه مش سامعه لبرك على عمر ال 70 يعني قد هو مفاجئ اول مره كنا عم نسمعه يعني قد صح يعني عن جد دائما نحن بنحكي بتقول عن الموسيقى يعني بنحط على البوب ارتست اللي عم يطلع لنا جديد نعمل بركي ثرو باك على الارتست اللي كانوا مهمين بس عن جد انا بعتبر الاوركسترا هلا الاغاني اللي عم نسمعها هلا هي البيسس يعني الاهم شيء بالموسيقى كلها يعني كل الموسيقى بس تعرف هذا الشيء بدل على انه ممكن يكون في كثير اشخاص عم يبعثوا لاندري ريو صح صح قصص صح حلوه ما عم ينتبه لها وما عم يلتفت لها بس لانه التفت لها لانه هي من اسم كثير معروف أكيد وواصل اكيد يعني. صح يعني هيدا هي كمان بتركز لها يعني قد في عندك ناس دائما بنقول عنها قد عندك ناس في عندهم تالنت قد ناس شاطرين بس ما حدا بيطلع فيهم بركي لانه ما عندهم المصاري او لانه ما حدا عم ينتبه لهم في عندك تالنت عم بتروح ديان يعني صحيح هي بس مثل ما قلت معك حق يعني اكيد لانه انتوني هوبكنز
مشان هيك يعني. ثانك يو على الالتفات اليوم جون، بنشوفك الاحد القادم ان الله راد. ان شاء الله نشوفك انت الاحد القادم. لا شوف مش مرتاح انت ابدا. لا الاحد الجاي رح يكون بمعاصر شوف ان الله راد، رح بيكون في كومبيتيشن للفرق اللبنانيه بالاستعراض والدبكه، ورح يتم اختيار يعني طبعا في اربع من الجوري وانا ضمن الجوري، رح يتم اختيار افضل ثلاث فرق او راس منفرد على صعيد الهواة والمحترفين بمنطقة الشوف. اللي بحب يشرفنا كمان يكونوا كتار وتابعونا تروز دبكي ولا طبعا لازم بريكم نرجع خليكم معنا.